ما عنديش مشكله في خساره منتخب تونس، بس عندي مشكله ان موضوع البعثه واللي بيحصل في البعثه والاصابات كتير في البعثه يعدي كده. يعني انا نفسي اعرف اللي بيحصل في بعثه منتخب تونس في الكاميرون، بس انا نفسي اعرف الاصابات الكتير بالكوفيد دي اسبابها ايه. نفسي الاقي حد بيتكلم على الحاجات دي. انما النهارده مين اللي كان مستني منتخب تونس يقدم كوره؟ يعني موز الكبير جايب 16 لعيب حرفيا، اللي هو 11 لعيب جوه الملعب وفي خمسه على الدكه، خمسه على الدكه، عمل ثلاث تغييرات وفاروق مصطفى اتطرد وكان معاه مساك عمر الرقيق، بس اللي هو هم دول لحيتي جايب 16 لعيب حرفيا. طب ايه بقى اللي بيحصل عندك في المعسكر؟ وايه الاصابات الكتير بالكوفيد اللي عندك؟ وايه في حاجه غلط عندك في المعسكر؟ يعني ماشي هنعدي احنا حوار المعسكر، ما عندكش حد بيعرف يشوط ضربات جزاء؟ يعني ما فيش حد في المنتخب التونسي بيعرف يشوط ضربات جزاء، ثلاث ضربات جزاء وثلاثه يضيعوا. يعني اللي هو حصل النهارده زي اللي حصل في ماتش الزمالك عندنا في كاس الرابطه، يعني ضربه الجزاء سيف الدين الجزيري جابها وراح لعبها هو، اللي هو يا سيف يا حبيبي ما تسيبها لاي حد، سيبها للياسس خيري، سيبها لحمزه رفيع، سيبها لاي حد. حتى يعني ما فيش حد عارف يجيب ضربه جزاء جون يا جدعان. في ايه يعني دلوقتي مثلا؟ هل منتخب تونس هيعرف يعمل مباراه كويسه قدام منتخب نيجيريا؟ اتمنى، بس انا اخاف على منتخب تونس ان هو يكون مستواه زي مستوى منتخب مصر قدام منتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا قدم اداء الدور الاول مخيف ومرعب، فمنتخب تونس بالجو الحالي وبالاجواء الحاليه الموضوع صعب جدا. يعني النهارده ماتش ممل، ماتش ممل جدا، بس انا كان نفسي حمزه رفيع يعمل حاجه، اللي هو لعيب بيلعب في يوفنتوس ويوفنتوس معيره، طب كويس هيقدم حاجه؟ والله ما قدمش مستوى واو. طب عيسى العيدوني في نص الملعب وامين بن سليمان والياس خيري عملوا شوط كويس او ماتش كويس كله، بس ايه الانتاج الهجومي بتاعهم؟ مفيش انتاج هجومي، انت حرفيا ما بتروحش. فانت مستني دلوقتي ضربه جزاء او مستني جون تخبط، جات لك ضربه الجزاء ما عرفتش تسجلها. طب مستني تخبيط، ما جاش التخبيط، لا بالعكس ده انت كمان ايه، علشان مرزه اتخبط في الدقيقه 92 ودخل فيه الجون، اللي هو خلاص كل الناس كانت عارفه ان منتخب تونس صاعد ثالث وهيلعب نيجيريا، وهوب رحت لابس هدف، رحت لابس هدف عن طريق ابلي جالو. هو اسمه ابلي جالو، هو لعيبه المنتخب، منتخب جنبي اساميهم غريبه، بس بصراحه يستحقوا ان هم يطلعوا كسبانين النهارده. يعني بصراحه يعني على مستوى بتاع منتخب تونس واللي بيحصل في معسكر منتخب تونس، في حاجات بتحصل في المعسكر ده مش، ما تقولش ان الفرقه دي فرقه كوره خالص، يعني في حاجات غريبه في المعسكر ده نفسي افهمها ونفسي حد يلقي الضوء عليها، اللي هو فهمونا ايه اللي بيحصل في المعسكر وبعد كده نفهم ايه اللي بيحصل في الماتشات. لان انا مضطر النهارده ان انا ما اتكلمش على منزل الكبار خالص، اللي هو منزل الكبار ما هوش لعيبه اساسا، يعني منزل الكبار بيلعب بالفرقه اللي هو ما كانش يتخيل ان هو يحطها جوه الملعب. يعني مثلا لعيب اللي هو الباك الشمال العبدي ده، علي العبدي كان موجود جوه الملعب اساسا لولا ان علي معلول ومحمد امين بالحميده مصابين، اسخيري وسليمان والعيدوني نص ملعب كويس، بس خط الهجوم عندك وهبي الخزري فارق جدا، فارق جدا جدا جدا، نعيم السليتي فارق جدا، عندك لعيبه النهارده غيابهم كان مؤثر جدا على المنتخب التونسي لدرجه انك ما ينفعش تطلع تتكلم بعد الماتش فنيات. دي ماتشات ما ينفعش تطلع تتكلم فيها فنيات، دي ماتشات تطلع تطلب ايه اللي حصل في المعسكر، عشان المعسكر ده اثر على الفنيات، الاداريات والحاجات اللي انتم مفترض يكون فيها حاجات تنظيميه اثرت على مستوى المنتخب التونسي جوه الملعب، خلت منتخب تونس يكون فرقه اشباح النهارده. نتمنى ان الضغط الاعلامي يكون موجه ناحيه البعثه والناس اللي بيديروا البعثه، ما يتمش الضغط على منزل الكبار وتلبيس منزل الكبار كل حاجه، مدرب فاشل اه مدرب فاشل، بس مش هو بس سبب كل العك اللي في منتخب تونس ده. نتمنى ان منتخب تونس يعمل ماتش كويس قدام نيجيريا، ولكني لا اتوقع الصراحه بعد العك اللي اتفرجت عليه النهارده ده. كده عندنا منتخب بخ الجزائر، وعندنا تونس هتلاعب نيجيريا، وعندنا مصر هتلاعب المنتخب الايفواري. ربنا يستر علينا، وشكلنا هنكمل بالمغرب بس، ربنا يستر علينا في البطوله دي.